الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 12 وفاة و10374 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. أسرى سجن عسقلان يخوضون إضراباً عن الطعام ويرجعون 3 وجبات احتجاجاً على سوء معاملة الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعاً صحياً حرجاً منذ يناير كانون الثاني الماضي. المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبيت يصادق على مخطط يتيح للمستوطنين العودة إلى بؤرة أفيتار المقامة على جبل الصبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. وزارة التربية والتعليم تعلق الدوام الوجاهي في جميع مدارس ورياض الأطفال بالضفة الغربية بسبب التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي، بينما لا يوجد قرار لتعليقها بمدارس القطاع. واشنطن ترفض تقرير منظمة العفو الدولية أمنستي الذي يصف أفعال إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني بالفصل عنصري. الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة ترفض المشاركة في معرض إكسبو دبي 2022 رفضاً للتطبيع. نهاية الموجز، في أمان الله.